تعالى بقى ايه نتكلم الكلام البجد والكلام المهم والكلام اللي عليه القيمة. استئناف فعاليات الحوار الوطني. الحوار الوطني ده في رأيي واحد من أهم الخطوات اللي خدتها مصر خلال السنتين اللي فاتوا، لأنه الحوار الوطني استطاع بمنتهى النجاح تقريب وجهات النظر ما بين المعارضة والمؤيدين أو الموالاة، وتقدر كمان تقول أنه خلق دوائر جديدة اللي هي دائرة مش التأييد المطلق ولا المعارضة المطلقة، يعني أصبح في دايرة ثالثة متعلقة بإن أو دايرتين جداد، معارضة وكل حاجة لكن ما هياش مطلقة طول الوقت، يعني ترى أن هناك خطوات جيدة أو هناك إنجازات جيدة، وهناك دائرة رابعة ألا وهي مش المؤيدين بشكل مطلق وإنما يستطيعون دائما أن يشيروا بأصابع النقد تجاه بعض الأمور وما إلى ذلك. وده كان شيء أعتقده لزومي لمستقبل مصر بشكل عام، لازم جدا لتطور الحياة السياسية ولإعطاء الحياة للشارع السياسي المصري. الحوار الوطني في مرحلته الثانية وتم تحديد أسبوعين لاستقبال التصورات، وده شيء مهم جدا وأظن لحد يوم 11 فبراير. طيب التصورات المتعلقة اللي هيتم إرسالها دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بالتصورات الاقتصادية، وضع حلول، أفكار. بس أنا هرجع وهقول لك إنه لازم تبقى الأفكار اللي بنقدمها جميعاً دون استثناء واحد، لازم تبقى أفكار تحمل المنطق، تحمل الحقيقة والرقم، علشان تبقى قبل للتطبيق، يعني عشان نعرف نناقشها أو يعرف المشاركين في الحوار مناقشتها لازم تبقى محملة بأرقام، لازم تبقى محملة بالحقائق، لازم تبقى واقعية بما يتفق مع الحالة المصرية، ومن ثم هتبقى خاضعة دايما للمناقشة ودوائر الأخذ والرد والاتفاق والاختلاف، وده شيء رائع بيعمله الحوار الوطني. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب وطبعا عضو مجلس الشيوخ وطبعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أستاذ عماد الدين حسين، منورنا. أهلا بيك أستاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل السادة المشاهدين. تحياتنا ليك يا أستاذ عماد. الحوار الوطني في مرحلته الثانية وحوار متعمق في الجوانب الاقتصادية، المفروض أنه حضراتكم هتبدأوا تستقبلوا هذه التصورات حتى يوم إيه؟ يوم معلش الخط بيقطع يا أستاذ عماد. بقول لحضرتك في يوم 11/2. يوم 11/2، الميعاد ده جه صدفة ولا جه إزاي؟ لا، لأنه كما تعلم السيد الرئيس تحدث أكثر من مرة عن الحوار الوطني بصورة أكثر من إيجابية. صحيح. لو نتذكر اليوم بعد دقائق، بعد ساعات قليلة جدا من إعلان وجود الرئيس في الانتخابات، اتكلم وقال إن سنطلق الحوار بفاعلية وبصورة عملية أكثر، وأثناء احتفالات بعيد الشرطة قال بوضوح يعني سينطلق الحوار الوطني ومركزا على القضية الاقتصادية. المجلس أمناء الحوار الوطني من 3 أيام تقريبا طلع بيان شافي استجابة لما تحدث به وطلبه السيد الرئيس، انه بيطلب من كل المهتمين، كل القوى السياسية، كل الأحزاب، كل الفعاليات، النقابات، كما حدث في الانطلاقة الأولى، انه يبعثوا أفكارهم بوضوح فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية. طبعا حد هيقول طب ما احنا كان فيه محور اقتصادي بالفعل وفي قضايا اقتصاديه نقشت. هذا كلام صحيح، لكن الجديد انه لم تكن هناك الازمه الاقتصاديه كما هي موجوده في هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. فبالتالي ربما يكون التركيز اكثر على القضيه الاقتصاديه وطرح افكار محدده تكون عمليه وقابله للتطبيق قدر الامكان، كما تفضلت في يعني حضرتك في المقدمه اللي اتكلمت عليها. انا اظن ان ده ان شاء الله سيكون مؤشر مهم للبحث عن حلول حقيقيه للازمه الاقتصاديه، خصوصا ان احنا بنتكلم على ربما يبقى فيه تقارير كثيره بتتكلم على قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. صحيح. في كلام عن ان احنا سنوقع قريبا ان شاء الله اتفاق شراكه شامله واستراتيجيه مع الاتحاد الاوروبي. ده بالمناسبه موضوع مهم، انا كنت موجود في بروكسل. ايوه. الاسبوع الماضي وكانت اللجنه المصريه الاوروبيه المشتركه اجتمعت، وفي تقدير كبير جدا لمصر وانفتاح كبير على دورها واهميتها، وبالتالي اهميه الوصول الى هذا الاتفاق
والسفير سامح شكري اجتمع مع 25 وزير خارجية أوروبي، وأنا أظن المرحلة الجاية هيبقى فيها أخبار مطمئنة في هذا المجال. لا ما هو أنا جاي من نفس المهنة، فمش هتقول لي أخبار مطمئنة في هذا المجال وأنا أقعد ساكت بقى. أنا لازم أحاول أفهم. طيب يعني إذا كان في أمور شايف إنها ما تتقالش، ودي غريبة إنه صحفي يطلب من كاتب كبير كده، أقول لك ماشي بس على قد اللي تقدر عليه، أنا عايز أعرف تفاصيل. بص السيد الفاضل، هناك يعني الأزمة الاقتصادية، لدينا أزمة اقتصادية لا ينكرها أحد، والأزمة صعبة وشديدة. في مجموعة من المحاور اللي المفروض الدولة بتشتغل عليهم، جزء صندوق النقد الدولي، والتقارير بتتكلم عن إن إحنا قربنا الاتفاق، واتفاق هيبقى فيه زيادة عما كان مطروحا. حلو. والفراج عن الشريحتين، في كلام عن فلوس تيجي من طروحات، مزيد من الطروحات، في اتفاق يجي من شركاء التنمية، صناديق الاستثمار الكبرى العربية والأفريقية والدولية، فيه العلاقة المصرية الأوروبية. في هذا الصدد في حاجتين يا أستاذ يوسف. الجزء الأول إن مصر والاتحاد الأوروبي في اتفاق من 21 ل 27 يتضمن 9 مليار يورو، ده بالفعل شغال، والأوروبيين ضخوا فيه استثمارات مفروض على مدار 6 سنين بحوالي 9 مليار، فيهم 5.8 صرفوا في جزء ثاني لسه. لكن هناك حديث آخر عن اتفاق تكميلي أو حاجة كبرى انا لا استطيع ان اكشف عنها لانني لا اعلمها، لو اعلمها كنت قلتها لحضرتك، لكنها مطمئنه. بس الاهم اللي فيها ان هي مش بس، انا ما بتكلمش على فلوس هنا، انت تتحدث عن تحويل اتفاق العلاقه المصريه الاوروبيه لاتفاق شراكه شامله. معنى ده ايه؟ معنى انك انت تستطيع انك تدخل على برامج لم تكن تستطيع انك تدخل عليها، البحث العلمي مثلا، التعليم، قضايا البي، حاجات كثيرة توفر لك تمويل إذا أحسنت استغلاله. طيب في حاجات كثيرة في الأوروبا. طب أنا بدأوا يتخذ. أيوة. بعد ما اللي حصل شايف على كف عفريت، وفي جنون من التطرف الإسرائيلي اللي هو قبل يتورع عن استعمال قنبلة نووية زي ما هدد أحد وزراء الليكود قبل كده، أو أحد الوزراء المتطرفين، وبالتالي الأوروبيين أكثر إدراكا للدور المصري المهم في هذه الأزمة وفي أزمات كثيرة مشابهة، خصوصا أن أنت زي ما أنت شايف كده حزام نار يلتف حول مصر، ليبيا، السودان، البحر الأحمر، غزة وإسرائيل. وبالتالي أظن أن الفترة الجاية، أنا لا أريد، أنا لا أكشف حتى، يعني ما بتكلمش حتى لا يعتقد البعض أن أنا أروج لشيء مش موجود. أنا بتكلم على قراءة وسماع مصادر مهمة ومؤثرة بتقول أن فيه تطورات جيدة في الفترة المقبلة. هتؤدي لإيه ده؟ هذا ما يتوقف على الإدارة الاقتصادية المصرية للأمور. حلو جدا. طب من هذه المحاورات واللقاءات والمناقشات وما إلى ذلك، وأنا أعلم الأستاذ عماد جيدا، فأكيد سألت عشرات الأسئلة، هل قدرت توصل منها إلى كيف يرى الأوروبيين المسار الاقتصادي المصري أو مستقبل الاقتصاد المصري؟ يروا بأي شكل، بأي جهة، سلبي، إيجابي، واعد، مستقر، يعني على حسب. تمام. بص السيد الفاضل، في الرحلة دي إحنا قعدنا، كنا 4 زملاء، قعدنا مع عشرات كبار المسؤولين الأوروبيين، خصوصا اولئك الذين اللي ماسكين ملف مصر وملف شبنا او الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ماشي. حلو. التقدير الاوروبي، غالبيه المسؤولين اللي قعدنا معاهم يقولون مصر بلا حدود، من اول الولع والوله في الحضاره المصريه القديمه، وصولا الى التغيير للدور المصري الحالي في المنطقه. ان هو بالمناسبه هم الناس يعني مش عايشين سواد عيوننا، الناس بيتكلموا على الاوروبيين بيتحدثوا بلغه مصر. طبعا. هو بيقول لا قدر الله لو حصل اي مشكله في مصر، انا عندي اعاني من مشكله. استاذ عماد معلش الخط قطع في اهم جمله. طيب بقول لحضرتك، الاوروبيين يعني ما بيتعاملوش مع الدول عشان سواد عيونها. طبعا. بيتعاملوا على اساس مصالح. ماشي. هذه المصالح هو بيقول ان انا لا اتحمل كاوروبا ان يحدث اي شيء خطر في مصر، لانه الهجره غير الشرعيه خطر شديد على اوروبا، الارهاب خطر شديد على اوروبا، تخطر جدا لقوى التطرف واليمين المحافظ في اوروبا.
انت عارف ان في طبعا تفاهمات في متاهته انه ياتي ترامب المزيد من القوى المتطرفه في المتطرف كبير انه نتنياهو يفلت بمعجزه مما حدث في الفتره الجايه لو ترامب وصل في اسرائيل، فيبقى عندك المزاج العالمي كله يمين متطرف، وده خطر شديد جدا على العالم كله طبقا لي حتى للاوروبيين بالمناسبه طبعا. ومن هنا او احد جوانب ده انه بيقود الى تقدير يعني ايه المحوري والمؤثر والوازن الذي يعني رمانه الميزان زي ما بيقولوا في المنطقه. فبالتالي هو من مصلحته ان مصر تكون مستقره. طيب مصر مستقره يفترض انك انت تساعد هذا الاستقرار. هنا لا اتحدث عن مجرد تديني كم مليون ولا كم، لا بتكلم على علاقات شراكه حقيقيه تتيح لك النفاذ الى برامج، الى انه تعميق الشراكه، انك تعمل استثمارات حقيقيه في البلد، ان بدل ما مصر لم تتاجر بقضيه المهاجرين. صحيح. وكما تعلم هناك بعض الدول ابتزت الاوروبيين ابتزازا واضحا، كانت بتقول له اي راس سمعها من العبور هاخد عليها كم دولار. صح. مصر ما عملتش ده. مصر منعت الهجره غير الشرعيه من سنه 2016 من يوم الحادث الشهير بتاع رشيد، وما زال هذا المنع مستمرا. وبالتالي ينبغي انه كل مجمل هذه العلاقه من اول مكافحه الارهاب للاستقرار لمحاوله الوصول الى حل حقيقي للقضيه الفلسطينيه للدور المصري العظيم اللي اتعمل في مساعده اهالي غزه فيما يتعلق بالمساعدات الانسانيه، ينبغي ان يترجم الى علاقات اقتصاديه حقيقيه، مش علاقات مجرد ان هاخد فلوس ولا كام وحاجات زي كده. انا اتحدث عن شراكه تتيح تفعيل العلاقات بين الطرفين والاستفاده المتبادله بحيث ان كل طرف يحقق اكبر قدر من اهدافه. هذا الموضوع بالسهل لانه انت بتتكلم مع 27 دوله اوروبيه، ال 27 دول منقسمين في قضايا كثيره، من اول قضيه غزه نهايه بدور الارهاب ودور الهجره ودور حاجات كثيره. الموضوع يستحق، مش هو ابيض واسود تاني، هو موضوع يتوقف على القدره المصريه على يعني التواصل الفعال مع اوروبا. وانا شفت السيد السفير سامح شكري وزير الخارجيه والسفير بدر عبد العاطي سافرنا في بروكسل، يعني كان في لقاء مع 25 وزير خارجيه جميعهم او معظمهم عشان اكون دقيق يقدر دور مصر تقديرا كبيرا. طيب ده حلو جدا. بعض التقارير الصحفية اتكلمت على ان هناك مباحثات لتصدير الغاز المصري لبعض من دول الاتحاد الاوروبي، والبعض اشار لألمانيا تحديدا. هل حصل قدامك حاجة بتشير الى ده او النوع ده من المناقشات؟ نعم، انا جلست مع بعض المسؤولين عن ملف الطاقة في الاتحاد الاوروبي، ولا اريد ان اكشف اسماء محدده، لكن مجمل ما استطيع ان اقول هناك علاقه بالفعل، هناك اتفاقات مصريه اوروبيه. كما تعلم بعد الغزو الروسي لاوكرانيا في 24 فبراير 22 حصل انه اوروبا خدت قرار تقطع علاقتها مع روسيا فيما يتعلق بالغاز، وخط نورد ستريم 1 و2 وقفوا، او 1 وقف و2 ما اشتغلش، وبدات اوروبا تبحث عن الغاز في كل مكان، من اول قطر في الخليج مرورا بمصر نهايه بالجزائر وكل من لديه غاز. واللي حصل انه بدات مصر تصدر بعض الشحنات من الغاز المسال بالفعل الى الدول في الاتحاد الاوروبي. لكن هناك قريبا مؤتمر ربما يكون في شهر مايو المقبل للطاقه والغاز في الشرق الاوسط والعالم، الاوروبيين مشاركين فيه مشاركه حقيقيه بشركات كبيره جدا. كما تعلم ان هناك حصل نقص في امدادات الغاز المصريه الخاصه، انت توقفت جزء كبير عن التصدير لانه حاجه السوق المحلي كانت لها الاولويه. صحيح. فبالتالي كلما مصر لديها خطط كبيره مفروض للتنقيب والاكتشافات غازيه اخرى وتشجيع الشركاء الاجانب على ان هم يضخوا مزيد من الاستثمارات عشان يستخرجوا الغاز اكثر، وبالتالي ده هو اللي هيساعد اكتر على التصدير. واذا حصل ده ان شاء الله فمعناه مزيد من العمله الصعبه للاقتصاد المصري. بامر الله. عوده مره تانية للحوار الوطني، وحتى مش هطول عليك انا عارف، بس يعني بعض من النصائح والارشادات
لمن سوف يقومون بإرسال المقترحات. يعني أنا متأكد أنكم بتقروا كل ما يتم إرساله وبتصنفوه وكله بيطرح للمناقشة، بس حتى تصبح هذه المناقشة أو هذه ما يطرح أو ما يتم إرساله قد مناقشة حقيقية جادة ومتعمقة، تنصحنا بإيه؟ الأول حاجة طبعا أنه اللي يبعت يبقوا فعلا فاهمين المشكلة. طبعا لا تستطيع أن تصادر على أن يقوم كل شخص أو طرف أو جهة أو نقابة أو مؤسسة أو حزب أن يرسل، هذا طبيعي أن تفتح الباب جميعا. والزملاء والإخوة الأفاضل في الأمانة الفنية بيبذلوا جهد كبير جدا في بلورة وتنسيق وتبويب وتصنيف هذه الأفكار، لكن كلما كانت الأفكار عملية والناس فهم الملف كويس كلما كان ذلك مسهلا للوصول إلى الإسراع وأن النقاش يبقى جدي وحقيقي والناس تيجي كل واحد يجي مذاكر، بمعنى أنه عارف أنه هو جاي يتكلم في إيه، أنه إيه هو تصوراته. التصور جزء منها أنك أنت تطرح حلول واقعية، لأنه بعض الزملاء يا أخي الكريم بيقول لك إحنا عايزين نحل مشكلة الصناعة والزراعة. نعم كلنا عايزين نحل مشكلة الصناعة والزراعة، بس أنا أحلها إيه؟ هي الطريقة الصح اللي أنا أحلها بها؟ هل أنا عندي فلوس دولارات جاهزة هبني مصانع فورا وأعمل ياريت يبقى موجود، بس لو أنا عارف أنه مش موجود أو فيه صعوبة أبدأ أطرح أفكار عملية قابلة للتطبيق قدر الإمكان، مش مع الحكومة أو ضدها، أنا بتكلم بس مجرد أن الحاجات تبقى قابلة للتطبيق. من حق الناس أنها تأتي بأفكار، والطبيعي أنها تيجي تنتقد بعض سياسات الحكومة، ليس هناك مانع في ده، لكن هو بيعمل ده يبقى فاهم هو الامور دي يعني ايه. حد يجي يقول لك انا عايز احل مشكله التعليم بكره، اقول له مش هتتحل بكره، لانه انت عايز مليارات الدولارات عشان تبني مدارس وفصول وفلوس للمدرسين ومعامل وتصلح التعليم الفني تصليح حقيقي، وده مش موجود. انت عندك اولويات تانية برضو موجود، انك انت تسدد الديون، تستورد السلع الاساسيه، حاجات كتير. فبالتالي يبقى فيه رؤيه الناس وهي بتطرح افكار عمليه قابله للتطبيق قدر المستطاع. لمزيد من اولويات صحيحه لمزيد من التذكير، كيف نستطيع ارسال المقترحات الى امانه الحوار الوطني؟ الحوار الوطني اللي صدر من مجلس الامناء حدد اليات اللي كانت موجوده فيه ووسائل من الفريق، انا مش حافظهم طبعا للاسف دلوقتي الذاكره ضعيفه. أيوه. موجودين في اي حد يقدر يدخل على صفحه الحوار الوطني على النت هيلاقي قائل الاتصال السهله التي يستطيع ان يرسل بها افكاره ومقترحاته. هايل جدا، ارجو ان نلتقي قريبا يا استاذ عماد. تحت امرك ونتشرف يا استاذ يوسف. انا اللي اتشرف والله، ربنا عارف. اشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.